يعني ماشي مشكل، عنده حيدة في بناتي، راه جوج ديال البنيتات اغتصبهم واحد الوحش هنايا في السعيدية، كيستقطب غير القصيرات. مشكل كبير ان البنيتة ديالي حملات منه بلا ما نسوق الخبر بلا حتى حاجة، مشى حيد لها، وهذا الشيء هو اللي فرقع هاد الرمانة هادي. دابا هو خويا كان كيطلقهم في الزنقة، كيجي عندهم حدا الكوليج وكل شيء، كيستقطب داك البنات بحال زعما بحال بناتي بحال هادي. يلا هو بغيتو ديروه في الدار عيد الميلاد، يلا هو هادي البنيتات صغارين فاش كيبغيو يتخبعوا، ولا راك عارف كيديروا عيد الميلاد هذا كيمشيو. من داك النهار هذاك فاش مشات بنتي معاهم خرج الاخرين كاملين وشد بنتي، قال لها خصكم ضروري تجمعوا هاد الشيء. بقات بنتي تماك اغتصبها، منين اغتصبها خافت، قالت له غادي نقولها لماما، قال لها الا مشيتي حتى قلتيها لها غادي نجبد واحد الفيديو، راه ديجا كندير لكم لي فيديو فاش كتدخلوا وغادي نشوهكم. بقات خيفانه هكاك، نهار على خوه نهار على خوه، تصرى لها الحمل. منين صرى لها الحمل جات قالتها ليا، انا كنت طالعه في الدروج وداك الشيء، سمعتها كتهضر معاه كتقول له دابا انا راني حامله، ولا سقت ليا ماما الخبر راه مشكله غادي يقتلوني، وتعرف بابا صعيب وهادي. المهم دخلت انايا قلت لها بنتي ما تخبي ليا حتى شي حاجه اللي كان راني سمعته، قولي ليا اللي كاين. نات قالت ليها ماما ها كيفاش عاودت ليا. مشكلة انا منين سقت الخبر مشيت لعندو حدا الدار ديالو من فاعله وكل شيء، قلت له خرج غير عندي زعما واجهني وكل شيء، نشوف غير شنو كاين في الموضوع، شوف شنو دير البنت ولا اعترف بداك البيبي ولا غير، المهم نسترو داك الشيء بيناتنا. شد عليا الباب وكل شيء، ما ولاش جاوبني وطفى علينا حتى التليفون وكل شيء، وقال لي على ما بخير كركبيه. من بعد شدها غير راسها، مشات تشري الصنداله من السوق، شدها ركبها في شي طوموبيل هو وشي واحد صاحبه، وداوها معاهم. قال لك عند شي مرأة ماشي طبيب، لا في وجدة، في وجدة داوها الوجدة وحيدوا لها داك الشيء. والبيبي كان كبير ماشي صغير، راه شي 5 شهور. بقاش بنتي انا منين لاحظتو قالت لي داك الشيء ومشيت قلبت لها كرشها وكل شيء، البنيته الكرش ديالها كانت بدات تقصح باينه، داك الشيء كان باين، يعني راه بيبي ماشي نقولوا شهر ولا 15 يوم ولا، داك الشيء راه تبارك الله كبير. ايوا لا محنا ولا شفقه اخيا، وحيدوا لها هكاك وصيفطها ليا. يومين ما باتت لي في الدار، لا كنسول وكل شيء، ولكن ملي كتمشي للبوليس كيقولوا لك حتى كدوز 24 ساعه عاد نقدروا نعلنوا على حاله اختفاء. كي جات للدار قلت لك كانت كتهضر في التليفون وكل شيء، كتقول له دابا انا شنو غادي ندير في هذا الشيء، تشوهت ما تشوهت هذه ما هذه. ملي دخلت عندها قالت لها ماما شنو كاين وشنو كاين، راه وقع ليا مشكل معاه، وراه شحال هذه هو كيمارس عليا، ودابا راني كنت حامله وراه حيد ليا. اييه وكيمارس عليها قريب دابا عام هذه، وماشي غير هي، ماشي غير هي، راه عرفتي شحال من بنت هنا، قريب شي 30 هنا ولا 40 بنت. حنا هادو هي اللي كنعرف انا، هي اللي قالت لي بنتي بنت فلان بنت فلانه، اللي ما تشكش فيهم نهائيا، بنيتات مساكن ديال عائلات كبار وهذا كلهم مساكن ضيعهم، كلهم ضيعهم مساكن. الحمل ديال بنتي هو اللي فضح كل شيء. الباب ديال الكوليج كيستقطبهم من تما، كيبقى في الاول السلام ويضحك معاهم هنا هنا، حتى كيتضاصر هو وياهم وكيستقطبهم من تماك. اللي بغات دير عيد الميلاد مرحبا بها، راه الدار عندي خاويه وكل شيء، وانا بحال باكم معاه، هو راجل كبير واصلا عنده شي وحده في لافامي ديالو، شي وحده قدهم بنت صاحبتهم، ديجا صاحبة البنات اللي كيقراو في داك الكوليج، كانت كتقرا تما وخرجات، كون عنده شي 60 هكا بحال هكا، كبير كبير. اخويا كيقول لك كيكري هادشي ديال العقارات، كيدير هادشي ديال العقارات، كيكري الديور وهذا، السمسار. مشيت اخويا مشيت نيشان عند المحاميه، هي اللي قالت لي شنو ندير، ودفعت شكايه لوكيل المال. دابا هادي قول شي 7 ايام ولا 8 ايام هكا، مني وقع هادشي مباشره مشيت عند المحاميه هكاك، قلت لها شنو ندير، ما عرفت ما ندير اخويا ما نكذبش عليك. مشيت عندها قلت لها شنو ندير وهذا وهذا، هي دارت لي مسكينه الاجراءات كاملين ووقفت معايا، ولدرجه مسكينه انها قالت لي واحد الثمن، وقلت لها ما عنديش وكل شيء، وقالت لي باش ما كان اختي نتعاون انا وياك، عزت عليها البنيته ديتها معايا، وملي سمعت مسكينه المشكل ديال بنتي وبزاف ديال البنات قالت لي نتعاون معاكم ماشي مشكل اختي، قالت لي مصابغي ياخذوا حقهم داك البنيتات وصافي. وقفت معايا في سبيل الله، الله يرحم لها الوالدين. دابا عطاتني بريه قالت لي تديها نيشان رئيس المنطقه من يدك ليدي، ما تحطها حتى عند شي واحد. في السعيديه لا مازال خويا غادي نديها دابا ان شاء الله. خويا ان شاء الله، ان شاء الله خويا العزيز، الله يرحم لكم والديكم اخويا، الله يخلي لك صحيح.
كنطالب اخويا هي بالحقوق ديال هاد البنيته ديالي، واختها حتى هي قد داخله في كل شيء، فهمتي؟ جوج بنات وبنت خويا الثالثة، راه غير في العائلة، غير في العائلة. خويا راه مضيع ثلاثة ديال البنات اللي شردهم، بنات مزيونات وكل شيء، مساكن زعما، ماشي تبارك الله والصلاة على النبي، هذاك ما تختار، ضيعهم مساكن في مستقبلهم وضيعهم في كل شيء لهم، كي غادي نديروا لهم؟ وحنا عندنا خويا في العائلة زعما محافظين، ما يمكنش البنت تكون بلا شرف ولا ما عرفتش اخويا العزيز، والله ما عرفت. دابا انا خفت نمشي نعلم شي واحد يقول لي لا ما بغيناش شوها ولا، المهم انا يا حق بناتي ما بغيتوش يضيع، وداك البنيته ديالنا الاخرى وصافي، والاخرين ما عرفتش اخويا، نقدر نقولها لشي واحد ولا يقولوا لي لا ما بغيناش ولا. ان شاء الله اخويا كنترجم سيدي ربي اقصى العقوبه. اخويا دار وحش ادمي، والله دار وحش ادمي اخي. منين وقع لبنتي المشكل قالت لها شنو تصابت حتى هي، قالت لها اختي ما عندي ما نخبي عليك، حتى انا راه شنو واقع لي وها شنو، ودابا راني خايفه من خوتي، وانا كيبان لي غير انتحر. راه عندها في الميساجات مكتوبين كتقول لها اختي راني غادي انتحر، بنتي كتقول لها لا اختي ما تنتحريش نعليش الشيطان وهذا وهذا، وهي مسكينه اكتئبت كاع، داك البنيته ما بقاتش كاع كتخرج حتى على الدار، راه في مشكل كبير وخايفه من خوتها وخايفه من كل شيء، وكتوصي البنات عندك الا وصوك الا قالوا لكم خوتي شي حاجه اعتقوني عندك تقولوا لهم عندك هذا. البنيتات غير صغارين وكيخافوا على راسهم اخويا، وضيعهم الشكوى به سيدي ربي الحبيب، واللي هزهم والديهم واللي تزوجت، راه هادشي راه كيديروا عتيم فوقاش، ما عمر ما لقى شي واحد اللي يوقف له في الطريق، وكيقول لك عنده الفلوس وعنده النفوذ، كيقول لك علامة في خيلكم ركبوه. انا فاش هضرت معاه داك النهار ما نكذبش عليك اخويا، كنت في واحد الحاله هيستيريه، ومشيت عنده قلت له هبط غير واجهني، غير قول لي، قول لي هادشي اللي درتي في بنتي شنو هو. قال لي يا سيري راه المحاميين راه القضاة راه كلشي سيري عندهم، ما تجيش تهضري معايا انا، ما كيعترفش كاع بنادم بصفه نهائيه. قلت له هبط غير واجهني، قال لي لا ما نهبطش نواجهك. قال لي واش نهبط عندك تقتليني وتهادى بحال اللي كنت منفعله وكلشي. قال لي سيري راه المحاكم راه كلشي سيري، واللي درت لك المحكمه راني معاك، زعما ديتك فلوس وهذا، فهمتي؟ هو كيهضر غير على الفلوس، هذا الشيء كيعرف غير الفلوس، كيقول لك لا زعما ديتك فلوس. خي كنتمنى غير الدراري ديال السعيديه ولا هاد لا ريجيون، كلشي كلشي كاع اللي شافوا هذا الفيديو هذا، الله يرحم لكم الوالدين اخويا لا ما عتقوني، ورحموني اخوتي الله يرحم الوالدين، وقفوا معايا راه ما عندي حتى اخوتي مغيركم غير سيدي ربي الحبيب، وبارطاجيو هذا الفيديو اخوتي، راه بزاف ديال البنات ضحايا مشاو راهم بلا شرف، مساكن واش غادي يتزوجوا شنو غادي يديروا في حياتهم، ومازال بزاف ديال البنات داخلين في هذه المعمعه. انا عاد حتى وقع كلهم قصيرات اخوتي، راه غير 13 14 15 16، راه ما كيتجاوزش العدد ديالهم 16 العام، وغير البنات غير الزينات وغير اللي محتار محترمات، والبنيتات ديال العائلات ها اللي كيجبدها من هنا من المدرسه، ها اللي كيجبدها من الاصل، ماشي حتى زعما بنات مساكن اللي منحرفات ولا شي حاجه. كنقول لكم بنات اقسم بالله خوتي حتى يبقاو فيكم وتشوفوهم، غير لا حول ولا قوه الا بالله، وسيدي ربي دارني انا سبب باش نكون باش يتفشى هذا الشيء هذا، ويتوقف هاد المهزله توقف وصافي. الله يرحم الوالدين اخوتي.